في منطقة الشباب و25 يناير، الأجيال دي وجودها أو تفاعلها مع المشهد دلوقتي، واللي يقول لك لا ما تعممش وتقول الشباب مثلا غير راضي أو بعيد عن السياسة أو موجود بس على مواقع التواصل الاجتماعي، الشباب كسب ولا خسر ولا إحنا لسه في مرحلة الحراك اللي بنتكلم عنه؟ ما زلنا في مرحلة الحراك، لأنه إحنا لسه لم نرسو على شط بعد أو على، ودي مسألة لابد نكون مقتنعين بيها، احنا في مرحلة انتقال وفي مرحلة الانتقال عادة بتبقى عسرة بعض الشيء، اللي هي فترة اللي بيسموها التحول، فترة التحول، ودي بيبقى فيها يعني زي ما بيقولوا صعود وهبوط، يعني دورات صعود وهبوط. لكن اللقطة اللي هنا وانا دايما بقولها في عبارة واحدة، قديم ينازع وجديد يصارع. قديم ينازع وجديد يصارع، بدون فزلكة كتير أو تنظير كتير، عادة جرى العرف دايما أنصار القديم وأصحاب المصالح مش هيفرطوا في مصالحهم، زي ما بيقول كده بيعفروا بينازع بلغة بينازع، والجديد بتصوراته بأفكاره. وهنا مش قضية صح وغلط، هي قضية أنه في سياق، في كونتكست بيتشكل لازم نكون فاهمينه ولازم نكون عارفينه، وانه لن يصح الا انه نواكب الحراك والتوقع وما هو الجديد. ده مهم يعني، لكن بحقائق او بطبائع الامور لمن الغلبه في النهايه؟ ده الجديد طبعا، جديد. الجديد يعني انا النهارده دايما بنقول وده بنكتبه دايما، انه لن يصح انه مثلا تعمل لي سياسات اقتصاديه بدون فكره الحس الاجتماعي. وبالمناسبة ده حوار موجود في العالم الجديد، ممكن يبقى نفرد له بعض المساحة من الوقت، في النظام الرأسمالي نفسه، في أشد الدول الرأسمالية النهاردة بيرجعوا يتكلموا عن فكرة العدالة الاجتماعية. العدالة الاجتماعية مش فكرة يعني انتهت، ده فكرة أساسية بعد ما اكتشفوا، وده كتاب بيكيتي المشهور ده اللي هو مستقبل رأس المال، ده قلب الدنيا، ويمكن أنا كنت أول واحد كتبت عنه في مصر في 2013، وبحيي اللي ترجموه شباب زي الفل، مثلا من الحاجات المضيئة في مصر وائل جمال وواحد الشباب الباحثين وسالم حسين، ترجموا المجلد ده للغة العربية، ودي حاجات مضيئة لازم نلقي الضوء عليها، باحثين زي الفل مصريين شباب ترجموا مجلد قلب الدنيا. اللي اكتشفوا فيه انه حصاد السياسات الاقتصادية بتاعت الليبرالية الجديدة هو فكرة اللامساواة، inequality، دي قلب العالم. الإيشو دي عملت جرس إنذار إن العالم حتى إنه في اللامساواة بتزداد بين قلة الغنية والأغلبية الفقيرة حتى في العالم الرأسمالي. وبالتالي ده ابتدوا يلفت النظر إنه ضرورة يبقى في سياسات ذات طابع اجتماعي أو فيها بعض قدر من العدالة الاجتماعية. طيب خليني هرجع للمشهد الداخلي والأزمة الاقتصادية واخد رأي حضرتك برضو في الوضع الحالي، لكن جملة حضرتك عن القديم اللي بينازع، واحنا في 2017 القديم ده احنا بنتكلم على رجال مبارك ولا الإخوان ولا الاثنين ولا ايه بالظبط؟ انا بحاول دايما اقول شبكة المصالح، شبكة المصالح بغض النظر بقى، شبكة المصالح دي قد يكون فيها تدخلات مختلفة ومتنوعة. وعشان أتحرر بعض الشيء، وده برضو لقيته، لأنه مصر أكبر بكتير من أنها تخش في معارك اللي هي أنا بسميها المعارك الحدية. هو أنت مع على طريق الأهلي والزمالك، يعني الموضوع أعقد من كده. يعني من قضية مش قضية أهلي وزمالك، بمقدار مستوى الكورة في مصر، تاخد بال حضرتك. فعشان بس ما نخشش في قضيه طب انت مع التيار الفلاني ولا ضد التيار الفلاني، انا مع فكره ان في سياسات، والله اذا السياسات دي ما كان الاخوان هيتبنوها سلبيه انا ضدها، اذا كانوا الحزب الوطني القديم وانصاره معاها انا ضدها، اذا كانت هتضر مصر يعني او تضر واخد بالي. فبالمعنى ده خلينا نتحرر بعض الشيء، في شبكه مصالح متداخله من مصلحتها تعودت على امور معينه على مدى سنوات طويله او عقود 30 سنه مش قادره تتصور انه التنازل عنها. واظن الرئيس نفسه في حواره مع الصحف القوميه
في الاحاديث الاخيره لفت النظر لفكره انه موقف رجال المال والاعمال وانه هيبقى وراهم دايما وهيضغط لغايه لما يعني فكره الحس الاجتماعي وحس العداله الاجتماعيه. فانا اظن المعركه هي دي بشكل اساسي.